شو حلو نلبس بطريقة عملية ومريحة ونضل نشبه حالنا، بس الأحلى نلبس بطريقة عملية ومريحة ونضيف عليها شيك ستايل. كلنا بنسمع عن السواري وبرضه بنسمع عن الكاجوال أو السمارت كاجوال، بس الثيم الجديد اللي هو ستريت شيك كاجوال. ستريت شيك كاجوال ده بيجمع ما بين من ان انت تبقى لابس حاجة مريحاك عشان كده قايلين عليها ستريت، ولان انت تبقى لابس حاجة كاجوال زي جينز زي بيزك ابيض او اسود تزود عليه التاتش اللي هو الشيك، وده طبعا كله بيعود او بيرجع لكل واحد وذوقه. هو ده ستريت شيك كاجوال اللي انا كنت بقول لكم عليه، ان انا لابسه جينز، فجينز ده مريح ممكن البسه في اي وقت، وعليه البوت ده برده مريح بس سن الكعب عشان يدي شياكه ويبقى شيك اكتر، وعليه بيزك اسود، عليها الكارديجان اللي هو اسود في كحلي بس الجينز هاي ويست زي ما انتم شايفين، وعليه الكارديجان طويل علشان زي ما قلت لكم قبل كده ان لو حد الهاي ويست مش مناسب عليه وعايز يلبسه ممكن يلبس عليه الكارديجان. وبرده قفلتها، قفلت الطقم كله بنكلس ستيك نكلس زي ما انتوا شايفين كحلي بحجر اخضر مزرق كده شويه تركواز، ويبقى كده عملنا ستريت شيك كاب. وده اكزامبل تاني من ستريت شيك كاجوال، زي ما انتوا شايفين انا لابسه نفس الجينز الهاي ويست عليه جاكيت هباء، الشراشيب دي موضه، وبدل ما البس نكلس انا لبست قميص شيفون فاتح وعليه بوت. وده كمان ممكن يتلبس في حتت كتيره جدا، من كافيه لنزله بالليل سهره مع اصحابكم بس تلبسوا عليه هيل. هو ستريت شيك كاجوال عشان هو ممكن في الشارع وممكن في حته شيك وممكن حته حاجه كاجوال. وده اكزامبل تاني للستريت شيك كاجوال، وزي ما انتم شايفين انا لابسه برده نفس الجينز وبس عليه قميص شيفون، ولبست عليه حاجه زي ما انتم شايفين فيست بس فيه ترتر كده جولد شويه، وهيدن هيلز. الهيدن هيلز دي طبعا احلى اختراع في العالم، لانها انت بتبقى كأنك لابس حاجه كوتشي مريحه وفي نفس الوقت فيها هيلز، فالطقم ده انا احب ان انا البسه اكتر في حاجه بالليل، الخروجه بالليل، وبلس ان انا زودت عليه حلق رفيع صغير جولد علشان برده الترتر ما يبقاش كتير قوي وحلق كبير، فقلت البس حلق صغير، وحطيت اكسسوارز بريسلتس جولد على اوف وايت على هافا. الجلد دلوقتي بقى موضه جدا، من بنطلون جلد ليجنز لبنطلون واسع هارلم بان زي اللي انا لابساه ومن تحت ضيق، ليه جزم جلد اذا كانت بوت او كوتشي او باليرينا او اي حاجه، لممكن مثلا توب فيه عليه كات اوت جلد. بس السؤال هو ازاي تلبس الجلد؟ انا دلوقتي النهارده زي ما انتم شايفين انا لابسه الهارلم بانس الجلد عليه جزمه كعب شكلها كوتشي فتدي ستريت الكاجوال، وفي نفس الوقت هي كعب فتدي الشيك وهي فيها جلد، قلت اكسر الجلد ده شويه بان انا اعمل جينز عشان يبقى فعلا ستريت شيك كاجوال. لميت شعري ناحيه واحده ولبست حلق على جنب واحد وفيه تحس لمعه دايموندز سيلفر كده، انا ممكن البسه في حته زي مثلا طالعه بالليل دينر مع اصحابي مع العيله، فده هو ده الطقم، مش سمارت كاجوال، هو ستريت شيك كاجوال. شايفين الطقم دوت قلب من ستريت كاجوال جينز عليه توب كم قطن، بعد ما زودنا عليه الفاست الفرير الطقم ده اتنقل من بجد كاجوال ستريت كاجوال بحت بقى ستريت شيك كاجوال.
وفريدة تمرز رح بتكمل الشو والفوتو سيشن عنا داخل الاستوديو. مساء الخير فريدة. مساء النور رغدة. فيري نايس ستايل كمان. انا جايبه لك النهارده معايا. كمان لإلي. واو ثانكس. كثير برضه مع كل حال هيدا الستيل. ليكي الشمس قوية كثير. قوي. وستايل هلا. هيدا الموضوع كيف نايس؟ حلو قوي. اللي شفنا كذا لوك وعم نحكي عن الشيك والستايل والكاجوال بذات الوقت. يوجوالي بنحس بهالفتره انه البنات كلها صارت عم تلبس بهيدي الطريقه اغلبيتها. عرفتي يعني بتحطي شوي شيك بمحل والسبور يكون بمحل ثاني نظرا لطبيعه حياتنا. شو البيسكس والاساسيات اللي لازم يكونوا موجودين؟ هو الستريت شيك كاجوال هي ترمينولوجي او كلمه جديده. اوكي. بس انا فريده انا بقيت البسها كل يوم. معلش انا هقلع دي عشان اتحرك بس. انا بعد شو ابشيلها. فهي انا شايفه انها هي بتجمع بين حاجه كاجوال وشيك الاثنين في نفس الوقت وتنفع تناسب الشارع. انا بقى بشوفها هي ايه انا كفريده ان هي كل يوم انا بل بحب البس ستريت شيك كاجوال علشان لو حصل تغيير بلانز يعني تغيير في البلانز بتاعتي يعني انا مثلا انا كل يوم مثلا وعندنا في مصر هنا ايه ده احنا هنروح الحته دي مش هنروح الحته دي لا انا لازم ارجع البيت اغير. فستريت شيك كاجوال هي الترمينولوجي البيرفكت المناسبه جدا. أوكي. لو واحد عنده غير الخروجه فلا الطقم ده انا ممكن البسه رايحه لاصحابي ممكن البسه في كافيه عادي وفي نفس الوقت انا ممكن البسه لو رايحه خروجه حلوه قوي. أوكي. لانه في حته الشيك. أوكي؟ اوكي وحتى هنلاقي هنا كلنا ستريت شيك كاجوال برضو بعد ما عملت الريسيرش بتاعي وقعدت ابص وكده لقيت ان هو بيجمع ما بين حاجه في الطقم بتبقى ولادي قوي بويش قوي زي البوي فرند جينز زي ساعه اللي هم بيسموها مانز وير واتش اللي هي ساعه ولادي الكبيره او بوت اللي هو زي ده اللي جبناه في حلقه اللي قبل كده البوت ده وبيجمع ما بين حاجه كمان جيرلي قوي بناتي بالزياده يعني انا مثلا حاجه يلا فرجي لنا تشوف يعني مثلا هنا ده فستان فيري سمبل لو حطيتي عليه مثلا حاجه زي ده وسبتيه مفتوح وعليه يعني ده على ده وعليه البوت ده كده ستريت شيك كاجوال. اوكي يعني لو انا لابسه حاجه يعني بس دي طبعا لازم واحده مطرقعه شويه يعني انا مش حدك عادي مش حدك كلاسيك بالظبط ممكن مثلا بوي فرند جينز اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو الجينز اللي بيبقى واسع الولادي اللي هو البوي فرند ده ينفع مع مثلا او جينز عادي معاه قميص ولادي على فكره كتير دارج الكاروهات كتير الكاروهات السنه كتير موسم هو حلو جدا الكاروهات ومثلا بقول لك الجينز ده عليه الكاروهات ده يتحط كده جوه تلبسي حزام اللي هو البويش ده برده اللي هما بيبقوا التخان الهافان الجلد مظبوط وهنا بقى ممكن تلبسي عليه جزمه بكعب شويه يعني تكسريه بحاجه بناتي قوي مع حاجه ولادي قوي من فوق وبينفع باي تغيير مشروع يكون موجود اي حاجه أوكي. ينفع مع كل حاجه حتى مع حلق ايرينجز مثلا كبار بتحسي ستايل او انه وسكارف او ستيتمنت نكلس كبيره حلوه او كعب او مثلا زي البوت اللي انا لابساه دوت اللي هو بوت بس مثلا فيه كعب شكله كاجوال بس في نفس الوقت فيه كعب اوكي اوكي, أوكي. ممكن مثلا طقم تاني يبقى جينز عادي برده سكيني عليه التيشيرتات اللي عليها باترن دي تنفع مع ستريت شيك كاجوال وعليها بس جينز زي ده جيلي تمام يعني ال- ال- الحاجات الاساسيات اللي موجوده في ستريت شيك كاجوال اول حاجه جزمه هي بتفرق من بني ادم لبني ادم تبقى جزمه مريحه بس فيها مثلا كعب سنه هن في مثل التنس شوز عارفين نزلوهم فتره اللي بيجي بقلبهم كعب الهيدن هيل اللي هي الهيدن هيل بس فيها كعب بتحسيها كمان مع جينز مهضومه مع جينز وبترفع الجسم كده وكانك لابسه هيلز وبتاع فدي بتبقى حلوه قوي وبرده لما البوت اللي هم البويش ده دول موضه جدا اي صح وفاس جينز بيخلي الطقم ستريت شيك كاجوال والقمصان الكاروهات برضو بيخلي الطقم ستريت شيك كاجوال طب اذا فستان عنا ايه نحن شيك مثلا انا شايفه هذا البلاك مع الجولد وانا مثلا لحاله هيك ما بحب البسه شو رايك بالجينز فوقه حلو جدا يعني انا حتى بحب كمان بس دي ما لقيتهاش اللي هي السكيرت الجينز اوكي مع التوب عليها توب ساده زي ده إيه صح صح وبرده ممكن تعملي العكس تلبسي حاجه فستان ولو انت حاجه فاري كده ستايلش وعايزه تروح حتى عليه جينز في ناس بقى بتحب تربطه كده في ناس بتحب تسيبه مفتوح بيبقى حلو جدا وعليه مثلا سكارف كده فيها باترن يعني فيها مثلا اسود وجولد وفي نفس الوقت ازرقات عشان نعرف ندخل وبرده بالاجر شو بيلبق الشوز ده مثلا ممكن
ده ممكن عليه، ممكن ده بقى نخليها عارفه الاوكسفورد شوز اللي هم بيبقوا اللي هم شكلهم الولادي بس كاجوال شويه ومقفولين وبرباط صح اسود كده. انا خليت نفسي سمارت وفي نفس الوقت الجينز كاسر وفستان انا بحبه. جريت يعني. وفي حاجات كتيره جدا زي ما قلت قبل كده ممكن تكسريها بحاجه فيري سيمبل، تحطي عليها حاجه متقطعه زي النكلسز دي. ما هي دي مثلا تكون لابسه تي شيرت ما فيها شيء وتحطيها او مع سكيرت اللي هلا درجين كتير سكيرت طوال اللي هو النيلانت اللي هو طول الركبه اكزاكتلي والواسعين بالظبط بيبقى تحفه، بيبقوا تحفه. وكمان لو حطينا مثلا على طقم تاني زي دي اوكي كمان حلو. بيتقبلوها الناس فكره الهات انت وماشي وعادي؟ ما هو دلوقتي ما دي الفكره ان في مصر بجد الفاشن عمال يتقدم بسرعه جدا، وانا مبسوطه ان انا اشوف الحاجه زي كده، لانه دلوقتي احنا بطلنا فتره بنات تنزل بفساتين، دلوقتي رجعنا تاني، عشان كده حبيت ان انا احط فساتين. برضو الهات كانت موجوده زمان وجالها فتره ما حدش اللي بيلبس هات وهو نازل الناس تتريق عليه صح، بس رجعت تاني الناس موضة. بقت تعمل اللي هي حاسه عايزه تعمله. فدي في حد ذاتها يعني انجاز كبير، انجاز بحد ذاته. خليني اروح عند مروان شوف ردود الفعل. مروان شوفي في اسئله لفريده حبوا الستايل. في ناس احنا باعتين اصلا سالناهم على اللبس اللي هو اللي بيستريحوا له في الخروج من البيت، ففي كذا جه حد رد علينا. وفي ناس باعتين، في حد هنا عامر باعت صوره بنت صغيره بيقول مش مهم انا، المهم بنت خالتي تبقى عسل في اي حاجه، وجايب صورتها دي تعليق لطيف منه. وفي هنا فاطمه بتقول دايما بيكون البنطلون جينز سهل في الحركه وبيليق مع اي حاجه، والشميز اكتر حاجه بترتاح فيها. وفي هنا ايه بتقول انها برده كاتبه كومنت طويل بتقول انها لازم كل مره تبقى خارجه لازم تلبس لبس جديد عشان خطيبها يشوفها بشكل جديد. وفي هنا مروان بيقول احلى طقم بحب يلبسه وهو نازل، المهم يعني يكون حاجه مريحه بس يكون فيها لون اخضر عشان انا برتاح للون الاخضر. وخليني افكركم في اخر الحلقه بتاعتنا كمان يا جماعه بكل اللينكس بتاعتنا تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها، البيج بتاعتنا على الفيسبوك اللي هي كلام في سرك اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها واللي عليها كل الاسئله اللي انا بقولها لكم دي دلوقتي، وكمان الاكونت بتاعنا على تويتر اللي هو @كلام في سرك اعملوا لنا فولو عليه دلوقتي، وكمان الهاشتاج بتاعنا اللي هو هاشتاج كلام في سرك بالعربي ده تقدروا تعملوا لنا عليه منشن لو عايزين تعلقوا لنا اي تعليق سواء على فيسبوك او على تويتر، وكمان الانستغرام بروفايل بتاعنا اللي هو كلام في سرك ده اللي هتلاقوا عليه صورنا، وانا اتصورت مع رغده سيلفي قبل الهوا مباشره وحطيناها لكم. وكمان احب افكركم ان اول ما الحلقه تخلص هتنزل مباشره على الحياه تي في نتورك على اليوتيوب عشان اي حد فاتته يقدر يتفرج عليها. اقول لكم تصبحوا على خير وارجع لكم. شكرا كثير لك مروان وعلى متابعتك الدائمه، وبدي اشكر كمان فريده مره جديده. اهلا وسهلا فيك وعلى الافكار الحلوه، وناطرين كمان افكار جديده تعطينا اياها حول الموضه والاناقه. مشاهدينا بختام هذه الحلقه بدي اقول لكم انه كنا عم نقرا التعليقات اللي عم توصلنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بدي اشكر محبتكم جميعا، بدي اشكر دعمكم. بعرف في اسئله كثير وفي استغراب كثير لبعض المواضيع نحن هلا مش بمثار الجدل والحديث عنها، بس بدي اقول لكم صدقوني عم بعمل كل جهدي لحتى اكون على قد هالمسؤوليه. بشكر المحبه ويا رب نبقى على تواصل مستمر وتكبر عائلة كلام في سرك أكثر وأكثر. تحياتي راغدة شلهوب وكل فريق العمل، نلتقي فيكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.